حكينا لو ربحت مليون دولار ورجعت على سوريا، شو الاربع شغلات بتعملها؟ اريد اشرب الغنم، باخذ احلى محل. يعني حظنا معروف، السوريين كله تهجر، وهي مو معقوله يعني بعد كل الشنطط او التشرد هذا نرجع ونربح المليون دولار. انا بدي شغله واحده من اربعه. شو هي؟ بدي اصير رئيس. اتجوز فيه. تجوز. هي اهم شغله. ما تخيلت الموقف، ما استوعب ابدا ابدا. اتجوز الثانيه بس. مرتك تسمح لك تتجوز الثانيه؟ ايوه، بس شوف المصاري تسمح، ما في مشكله. والله انا راح اتبرع بالمليون دولار كله بس اربحها، بس ارجع يعني ما بدي مليون دولار كله. يا ريت عندي مليون دولار، لو عندي مليون دولار ما لقيت لا بأورفا ولا بسورية. في عندي اني اتعالج. اول شيء خليني اتصل على امي اسالها.